الخير واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من شوبز، اكيد مواضيع فنيه محليه وعالميه بنستعرضها سوا بحلقتنا لليله وبنتعرف عليها هلا مع العناوين. شو اللي بيمنع نيكول سابا من الغناء باللهجه الخليجيه؟ ديانا كارازون بالدراما الخليجيه. افلام النساء تتالق بالمهرجان الوطني للفيلم بطنجة. قادم الساهر سفير الفنانين الشباب. ممدوح الليثي فنان رح يبقى راسخ بذكرى السينما المصريه، وهيدا اللي دفع النجوم لحضور حفل تابينه. خلونا نروح سوا لنتابع التفاصيل. برعاية الاتحاد العام للنقابات الفنية أقامت دار الأوبرا المصرية حفل تأبين للمنتج والسيناريست ممدوح الليثي في ذكرى الأربعين لوفاته، وحضر الحفل الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام ومحافظ القاهرة جلال السعيد ووزير الإسكان السابق حسب الله الكفراوي، وعددا كبيرا من النجوم منهم يسرى وصلاح السعدني ومحمود ياسين وعزة العليلي ومحمد صبحي وجمال سليمان وسمير صبري وأحمد شاكر عبد اللطيف والمخرج علي عبد الخالق. فقد كتبت صفحة بيضاء في تاريخك المهني والإنساني، وسطرت حروفا من لؤلؤ زينت الوجه الفني، وأضاءت ظلمات كثيرة، ومحوت كثيرا من نواحي التخلف الفني والفكري، فكنت نجما سطع في سماء الفن. الله يرحمك يا ممدوح بقدر ما أعطيت، لأنه كان إنسانا نبيلا جدا، فنان حقيقي بدرجة امتياز. علاقته بفنانين علاقة طيبة جدا، علاقته بأصدقائه علاقة متينة جدا، عنده نوع من الوفاء النادر الحقيقة. أستاذ ممدوح الليثي خاض كل الألوان الإعلامية وتفوق في الجميع، وصعب قوي ان احنا نقول انه الراحل ممدوح الليثي هو باقي بينا باعماله. وانا وانا الحقيقه بستعرض هذا الفيلم رغم ان انا يعني علاقتي بيه علاقه ممتده طويله جدا، لكن حسيت انه فعلا الاعمال الفنيه واصحابها لا يمكن انه اصحابها ترحل او تموت. احتفاليه عشان نفخر باعمال الراحل ممدوح الليثي، وكانه رحل بجسده لما أعماله الفنية والكنز الفني اللي تركه لنا كنز عظيم جدا، سواء في مجال السينما، سواء في من يعني من بعد 67 نكسة 67 انطلق الكرنك والمذنبون وثرثرة على النيل وميرامار، وأعمال جميلة جدا جدا راقية. وأيضا حتى في مجال الإدارة لما كان رئيس تلفزيون ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون ورئيس قطاع الإنتاج، أكثر من 1500 ساعة دراما زائد مسلسلات، عمل 164 فيلم سينمائي تلفزيوني. هو كان راجل عظيم وكبير وعلمنا حاجات كتيرة جدا، وتاريخه يخلينا فخورين كفنانين ان احنا اشتغلنا وكان في حياتنا رجل زي ممدوح الليثي، بفنه بتراثه الكبير برعايته وتقديمه لعدد كبير جدا من النجوم اللي على الساحة الفنية حاليا. ممدوح الليثي ساعد ان هو يأكد نجوميتهم ويقدمهم في اعمال تلفزيونية كبيرة خالدة عايشة معانا الى الان، هوانم جاردن سيتي ورأفة الهجان كلثوم وناصر 56، كل دي الحاجات اللي عملها للتلفزيون غير الف ليلة وليلة والفوازير والى اخره. ممدوح صاحب خطوات رائعة في الفن في الأدب، لأنه هو كاتب كمان، وأهم حاجة فيه أنه هو كان صاحب قرار، يعني ياخد القرار اللي هو يقدر بيه يقدم أفكار جديدة وحماس وخوف على الفن المصري والتلفزيون المصري، غير طبعا الأفلام اللي عملها. يعني الأفلام كلها اللي عملها ما فيش فيلم نص ونص،
كل السيناريوهات اللي كتبها رائعة. هو كان إنسان رائع، وأنا تشرفت إن أنا تعاملت مع الأستاذ الكبير ممدوح الليسي. نحن خسرنا واحد من أهم كتاب السيناريو في مصر أولا، ثانيا واحد من اللي صنع الدراما التلفزيونية وكون حاجة اسمها قطاع الإنتاج، وكان أكبر صرح إنتاج في الشرق الأوسط. علم أجيال ما علمهمش الفن بس، علمهم الفن والإدارة. كان أب لحوالي 4000 موظف في قطاع الإنتاج، مسؤول عنهم وعن مشاكلهم، مسؤول نحل مشاكلهم. الله يرحمه، إحنا خسرنا يعني واحد من اللي كنا بنعتمد عليهم. بحس إن دي أقل رسالة حب ممكن نبعتها له، نقوله شكرا على كل ما قدمت، على كل ما قدمت من خير، على كل ما قدمت من أعمال رائعة متميزة كأديب ككاتب وكسيناريست وكصحفي وكمنتج. شكرا. وزي ما قلت، هو أكيد سعيد بهذا الحب وهذا الوفاء وهذا النبل اللي لمسناه من الوسط الفني والسياسي والمجتمع المصري في حفل تأبينه. اعتبر الفنان كاظم الساهر انه تعيينه سفير للفنانين الشباب العرب للسنه 2014 شرف عظيم له وتقدير لشخصه ومساره، ما اشعره بمسؤوليته لخدمه الفنانين جميعا. اكدت الفنانه اللبنانيه نيكول سيبا انه ما حسمت قرارها بخصوص الغناء باللهجه الخليجيه، وقالت انها بتخشى انه ما تلاقي اللهجه عليها، مؤكده خشيتها من الاقدام على خطوه ما بتناسبها. ومن ناحيه اخرى، انتهت نيكول من تسجيل اغنيه مصريه جديده حتى تتفرغ من بعدها لتجهيز البومها بعد ما قدمت العديد من الاغاني السنجل خلال الفتره الماضيه، مشيره الى انه راح يكون مزيج بين الاغاني المصريه واللبنانيه. قالت الفنانة الأردنية ديانا كارازون إن عم تجري حاليا جلسة استماع لكلمات جديدة مع عدة شعراء مصريين لتقديم أغنية سينجل باللهجة المصرية، مؤكدة على رغبتها بعدم تقديم ألبومات كاملة خلال الفترة الحالية. وأعلنت كارازون عن أمنيتها بالعودة للتمثيل بالأعمال المصرية مرة تانية، موضحة أنه عم تنتظر العمل المناسب حتى تكرر من خلاله تجربة مسلسلة تلفزيوني منتهى العشق يلي جمعها بالفنان مصطفى قمر، مشيرة لأنها بتواصل حاليا تصوير مسلسل خليجي بعنوان طربان. مشاهدينا، صار وقت نروح على بريك اعلاني اول بحلقتنا لليوم، وبنرجع منتابع من بعده، خليكن معنا. عن جديد برحب فيكم مشاهدينا بحلقتنا لليوم من شوبز. بيستعد الفنان هيثم شاكر لتصوير اغنيتين فيديو كليب من البومه الجديد احلى قرار وهني احلى قرار والعيون السود، حيث راح يتم التصوير بين ابو ظبي ودبي، ولكنه لهلا ما استقر على اسماء المخرجين المرشحين لاخراج الكليبين، كما انتهى هيثم من تصوير فيديو كليب اغنيه يوم بلندن. أكدت الممثلة نيلي كريم على عدم معرفتها بموعد عرض فيلمها الجديد الفيل الأزرق يلي بتشارك بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وخالد الصاوي، لأنه هالأمر حسب تعبيرها بخص منتج العمل. رغم النجاح يلي حققته مسرحية اللي بنى مصر يلي بيلعب بطولتها الفنان محمود الجندي، إلا أنه فجأة واجهت أزمة بسبب الأفيش الموجود على واجهة المسرح العائم، حيث صدر قرار برفعه من جانب الفنانة عايدة فهمي مديرة المسرح الكوميدي ليوضع بدل منه أفيش مسرحية اللي خايف يروح، ما دفع الفنان محمود الجندي لإيقاف العرض بعد ما فشل بحل المشكلة مع المسؤولين عن المسرح. عرض خلال الدورة 15 من مهرجان الوطني للفيلم المغربي بطنجة 5 أفلام تلقي الضوء على مواضيع المرأة والأسرة بشكل مباشر أو غير مباشر. نستعرض هالأفلام سوا ضمن شوبز.
نبدأ مع الفيلم الذي افتتح به المهرجان بعنوان سرير الأسرار للمخرج جلالي فرحاتي، ويروي قصة امرأة ترعرعت وسط بيئة منحرفة، والدتها تمتهن الدعارة وتدافع عن ابنتها رغم كل قساوة الظروف. تكرموا فتياتكم على الأغاني أرض تحصنون. ياك يا بنت الحرام ياك، يا قلت لك ما بقاش تمشي مع بنتك الخانسة. علاش كيجيو بزاف تنسى وتجي أنت فطات ماما زاهية؟ أما فيلم زينب زهرة أجمات فهو من توقيع المخرجة فريدة بورقية، ويسلط الضوء للمرأة الأولى على زينب النفزاوية، هذه الشخصية النسائية المؤثرة في تاريخ المغرب. علاش خليتهم يقروا مصير بنتي؟ وحتى أنت اللي معني بالأمر ما قدرتيش تقول ما متفقش. زينب انت مرة جميلة ولطيفة، ما قدرتش تقدري على القساوة ديال الصحراء، ولهذا كنطلب منك باش تزوجي بولد عمي القائد يوسف بن تاشفين. وفيلم سليمان للمخرج محمد البدوي الناطق باللغة الأمازيغية الريفية، ويطرح قصة رجل يمشي وراء نزواته ليخلف نساء ضحايا. هذا الفيلم وما تمثله شخصية عايشة فيه هو رسالة تضامن من المخرج مع نساء مقهورات لازلنا يعانين ظلم أزواجهن. ما قدتو ساتانتي من ده تهزو تروح من خلص رحمانية حاجة تمنية عايشة. كذلك عرض فيلم ليلتهن للمخرجة الشابة نريمان يمنى الفقير، ويلقي الضوء على مهنة جديدة وغريبة على عالم النساء، وهي حراسة السيارات والتي تحمل خبايا وأسرار وتناقضات مجتمع لا يرحم. ويا حبس 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 دالي ورا الباسات هون داير بيضاء سيري قدامها. شحال مرة كنقول لك ما تلقايش حطي لي الهريبات حدا البيرو ديك نهار القجلة بتي عاملة بلا كراس سكرانة كاع يا ولد الحرام عطيني فلوسي. الله يمك تنبيتك في الكوميسارية. في كل بنت كنشوف بنتي كنخاف وكنفرح. الله الله الدنيا غول كنتسناها. طوقينا معاك شوية جوجي بها رقية والله تنغسلش ليا خير مش محد بقى فايدة فيا الأمة تندبر على راجل لقالك. كما عرض فيلم روك القصبة للمخرجة ليلى مراقشي الذي يشارك فيه الممثل العالمي عمر الشريف والممثلة اللبنانية نادين لبكي، حيث كعادتها تجاوزت المخرجة التابوهات الاجتماعية لتروي قصة عائلة تعيش الرفاهية وتشتتا في القيم. Elle s'est fait opérer les seins, c'est sa révolution à elle. J'ai pas besoin de mettre un piercing ici pour mon chien Martin. C'est un piercing, Nana, c'est la mode. On dirait une fille. Il faut que tu changes un petit peu de look. Et Jason, quand est-ce qu'il arrive? On va se séparer. Chez nous, on ne divorce pas. Il est riche, il est célèbre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je sais pas, va te remplir la tête, lis, voyage. Je peux pas lire. Je suis allergique au papier. Il a fallu qu'il meure pour que tu aies le courage de revenir. Mais au moins, moi, j'ai choisi ma vie. Tu es pas devenue prof pour faire plaisir à papa. Repars à New York faire ton cinéma à la con. Ton père a laissé une belle mère derrière lui. Donc maintenant, c'est moi qui décide. Mais comment tu as pu te taire? Oh, je vous emmerde. Je vais boire une bière et vous oubliez tous. ذا
The Butler فيلم للمخرج لي دانييلز بيشارك ببطولته عدد كبير من الممثلين. خلينا نشوف سوا شو قالوا الممثلين والمخرج خلال العرض الأول. منتابع. I'm Cecil Games. I'm the new butler. إنه كبير خدم البيت الأبيض في فيلم لي دانييل الذي يرتكز على قصة حقيقية. يلعب فورست ويتكر دور سيسل جيمز رئيس الخدم في البيت الأبيض طوال 34 عاما. You only sir. You know he got that job himself. The White House called him. He didn't call the White House. I want to hear all the stories. I don't know how many stories you're going to hear because they done swore him to some kind of secret code. جرى العرض الأول للفيلم في نيويورك وقد حضره باقة من كبار النجوم. It's so exciting to come to the premiere of this film because I really love it and I believe in it. And so many people have given so much love to it that it's tell them to hurry. It's an exceptional experience. Tonight feels like a night to celebrate, not only because we got the film made, but because it's a very special film, I feel, and we get to share it with the world. I'm very proud of it. I'm very proud of what Lee's done. I think it's a very timely film, and the perspective and the context for the conversation about the civil rights movement and how far we've come and perhaps how far we still need to go is very compelling. This country treats us like dogs. You know, Mr. President, you need to go. What? Get the hell out of here! I'm sorry, Mr. Butler, I didn't mean make funny a hero. What I want people to take away is the spirit of what we all brought to it. I believed from the very beginning in this man, and that's the reason why I signed up for the film, even though I was in the middle of crazy business for myself. But he didn't care about that. No. And I, no, not at all. And I came, and I think what it's an offering. It's a gift to the country. She's so great in the movie. I just want everybody to see her disappear, and I'm so honored that she was able to disappear in my film. You get to truly explore the living history of the civil rights and what it was trying to achieve, and those heroes. And they'll get to see that a lot of it was fought by young people like themselves. You know, they're at the front line of so many of these movements and stuff, and those are the ones who practiced and got ready and went out into the world to stand for what they believe. And I think that youth want to do that. You know, I think it's just a question of them trying to decide what it is they want to stand for. I already feel some of the impact. I've had Jewish friends who say, oh my God, I had no idea the comparison of all the concentration camps and that there was a concentration camp going on in our own country. I've had other people come away from the film and saying, I had no idea that the black employees, colored employees at the time were getting half the pay as the white. And so everybody takes something else away. Mr. President, I know your son is a freedom rider. Turn the bus! Everybody out! I never understood what you all really went through. You've changed my heart. Everything you are and everything you have is because of that butler. وهلا بشرفني يكون معي باستوديو الفنان انور نور. اهلا وسهلا فيك انور. يا هلا فيك. ثانك يو. يعني منور استوديو كليباتك. ثانك يو. كلك ذوق. كليباتك دائما معجبينك. الصبايا اكثر من الشباب اكيد بيبقوا ناطرينها اليوم. بس بدي موه والفت انتظار الفت نظر المشاهدين. انت اليوم فنان صاعد عملت بصمه كثير قويه بالوسط الفني، وبنفس الوقت عم بتكمل دراستك، والسنه اذا الله راد كمان بتاخذ الشهاده. بتعرفي صعب كثير بين الفن وال صعبة لما بتلمع باثنين، وهذا الشيء اللي قدرت تعمله وهذا نجاح. بعتقد بيستحق نجاحين، يعني بنجاح. الحمد لله. ثانك يو. السنة الماضية حصلت على أول جايزة ميركس دار، الأبكومينج ميل ستار، صح، لأغنية الليلة عيدية اللي كسرت الدنيا كلها وكل العالم بعدها لهلا بترددها كبار وصغار. بداية خبرني قديش هيك معنويا عطيتك هيدي الجائزة، خاصة انه كان بعدك لك سنة ونص بمسيرتك الفنية، واليوم بنعرف الساحة الفنية قديه عم تشهد كم هائل من الفنانين. طبعا كل يوم عندنا فنان جديد، كل يوم عندنا غنية جديدة، يعني البصمة صارت أصعب بكتير من السنوات الماضية. وإذا الواحد عمل بصمة بتصير مسؤولية لحتى يكمل هاي البصمة، لأنه يعني اللي ممكن تعمله غنية إذا ضربت والناس حبوها بتحط مسؤولية كتير كبيرة يعني على الشخص لحتى يقدر يكمل ويكمل، لأنه بتحط عليه نجاح، والنجاح إذا ما كملت فيه بيروح بزول يعني، فهذا شيء كتير كبير.
واليوم التحدي أكبر هو بالاستمرارية. طبيعي. الغنية الضاربة والناجحة هي مسؤولية وجوائز كبيرة بأكبر مهرجانات عم بتصير. صح. مسؤولية دوبل من ناحية أكيد هيدا اعتراف لنجاحك بس كمان عم بتحملك. أكيد أكيد بتحمل مسؤولية كتير كبيرة وكتير حلو إنه الواحد إنه ياخد جائزة من بلده ويكرم ببلده. ما في قلك قد بفتخر يعني بهذا الموضوع. اليوم بين فنك وجماعتك عم تقدر تعمل الاكيليبر الصحيح ولا بتحس حالك مقصر بمطرح من المطارح؟ عم جرب بس عم يعني اكيد عم بشتغل على فني اكثر من جماعتي بس على فنك وعلى اغانيك وعلى اللوك كل مره بتجينا بلوك جديد. ايه بس يعني هانت. واليوم عم بتحضر ألبوم جديد. صح. صرت مختار منهم لهلا سبع اغاني. صرت اوريدي انا عندي سبع اغاني قبل بس ما لهم علاقة بالألبوم. صرت مسجل عن جديد سبع أغاني جداد. ست أغاني جداد actually. وعندي أوريدي أربع أغاني من الملحن الكبير أستاذ محمود خيامي. وجه له تحية كتير كبيرة. نحن كمان أكيد كان موجود معنا كمان بالاستوديو. صح. في أربع أغاني منه طبعا رح يكون في منهم اثنين خليجي اثنين مصري غير الأغاني اللي أوريدي موجودين منه. واكيد في رح يكون اغاني من استاذ سليم سلامه في حوالي اثنين ويعني عم جرب نعمل وفي اكيد من استاذ وسام الامير. الاغاني الجديده اللي عم تسجلها كلها بنفس المود وستيل اللي تعودنا. لا 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 مش عم بتخلط عم تقدم لنا شيء جديد. رح يكون في رح يكون مزيج مش بس لهجات رح يكون في مزيج الوان كمان. الوان غنائيه. عن شو عم نحكي؟ عم نحكي بين يعني لهجات بين خليجي مصري ولبناني رح يكون في والوان رح يكون في بين شعبي وبين هاللون اللي بين الشعبي والكلاسيك والبيور كلاسيك. قبل ما نتابع أكثر شو رأيك نخفف شوي حكي وتسمعنا صوتك؟ أكيد. أحكينا عن أغنية ليلى عيدي. ما في مجال ما تغني لنا إياها يعني أنا هاي من أكثر الأغاني يلي أنا شخصيا يعني بحبها فما في لك دهرة من هون بلا ما أسمع. الليل عيدي وإنت بعيدي الليل عيدي بس رجوعك من بيدي وغيابك دوب قلبي حنين دوبني حنين مثل شموع المحروقين بعيد مع مين برضى كفي عمري حزين إذا أنت بتكوني سعيدة. بس أنا بدي أكتر أنا كتير سعيدة بوجودك اليوم على كل حال هيدا الشيء أكيد. رح نرجع بحديثنا لألبومك لكن صار في سبع أغاني متعددة باللهجات والألوان واخترت أوريدي الأغنية اللي رح تكون عنوان الألبوم واللي رح تصورها. لا هلا هو ما اخترنا بعد عنوان الألبوم بس مبدئيا عم نفكر بتصوير الأغنية اللي نزلت مؤخرا اللي هي وحدة. ألحان يعني الملحن الكبير أستاذ محمود خيامي وكلمات سمر هنادي وتوزيع مدحت خميس. بدنا نصور يعني في عنا في أكثر من عرض في عنا فكرة اجت من مصر وفي فكرة كمان من لبنان نشوف أيها أنسب نشوف أيها أقرب لتجسد الأغنية على أساسها بنشتغل. مين بيساعدك باختيار الأغاني؟ مين بيساعدك باختيار الكليبات واللوك اللي عم تطلع فيه؟ لأنه دائما هيك متجدد بطلاتك متجدد بأغانيك دائما كل كليب بينزل ما بتقبل غير ما يكون ضارب وكل عالم تحكي فيه وكل عالم تردد يعني الأغاني. هذا بفضل الناس بس اللي بيساعدوني أكتر شيء هن مدير أعمالي أستاذ فهمي الدجاني. أكيد من وجه له تحية كتير كبيرة. تحية كتير كبيرة ومدامته مدام غادة نجام وجه لهم تحية كتير كبيرة. يعني هن أكتر شيء أنا باخد برأيهم. عن جد ناس كتير بروفيشنال بكل شيء بيعملوه. اليوم اسمك عم بيكون موجود بعدد كتير كبير من الحفلات والمهرجانات ودائما عم بتكون حاضر الى جانب نجوم كتير كبار على المسرح اكيد هيدي شهادة نجاح ما في شك بس اليوم قد ايه هيدا الشيء بيعطيك تحدي لانت كمان بالمستقبل القريب بتكون نمبر 1 ويكون كمان في عندك ناس طالعه فنيا ولا بتحس انه لا في عندك شوي لا بالعكس يعني كثير بكل الاندفاع عم كون موجود بالحفلات شيء بكبر فيه وبعتز فيه
يعني يعني بذكرهم سريعا يعني من الحفلات اللي كنت موجود فيها مع حفظ الألقاب للجميع. راغب علامة، ملحم بركات، نوال الزغبي، فارس كرم، يعني عدد كبير عدد كبير، وان شاء الله ما اكون نسيت حدا يعني. وقريبا جدا رايح على مصر. قريبا جدا رايح على مصر. في عنا بمصر في اكثر من اغاني لمسلسلات وافلام. فرايح اسمع. هيدا شيء جديد اليوم بالفن، وين بتلاقي حالك فيه؟ انه اليوم وقت تكون عم تعمل غنيتك الخاصه وعم بتنزلها فيديو كليب، قد ايه بيكون التحدي كبير؟ وقد ايه بتكون هيك في حرقصه على الشغل؟ وقت تكون عم تشتغل على غنيه لفيلم اكيد في تحدي كثير كبير وفي مسؤوليه، بس يمكن بتختلف شوي. بتختلف المعيار، يعني هي غير كونسبت كليا يعني عن موضوع الاغنيه وبتنزل بكليب، لانه كيف بدي اقول لك طريقه التسويق بتكون غير، لانه انت عم تحضري فيلم يعني ان كان على البيج سكرين اللي هو السينما او عم تحضري على السمول سكرين تي في اللي هو مسلسل، طريقه التسويق بتكون غير، يمكن طبيعه الناس اللي عم تحضر بتكون غير، لانه في ناس مثلا اورينتد للتي في بيحبوا يحضروا مسلسلات اكثر من انه يسمعوا الاغاني، عم يسمعوها للغنيه anyway. قد ايه بده يكون الفنان ناجح والعالم عم بتتابعه وحافظت له صوته تينطلب كمان أكيد يكون موجود؟ أكيد يعني اليوم العالم عم تسمع صوتك على فيلم او مسلسل، دغري رح تربط صح الفنان بالصوت. هيدا شيء مش مكتسب، هيدا شيء بيجي من الله يعني. خامه الصوت ما بي يعني اكيد في نميه الواحد، بس انه ينعرف الشخص من صوته، من خامه صوته، هذا شيء ما في يتعلمه الواحد، هذا يا موجود فيه او مش موجود فيه. هلا اذا هذا الشيء موجود فيه بتركها للناس لحتى يقرروا يعني. مش على كل مش حال الجوائز اللي عم تاخذها والنجاح يلي حققته بفتره زمنيه هالقد قصيره وانت وعم تشتغل فنك بنفس الوقت مع جماعتك، هيدا خير دليل على انك موجود على السكه الصحيحه. على كل حال اليوم عم بتحط اغانيك على مسلسلات وافلام، معقول من بعد الجامعه بما انه قربت تخلص نرجع نشوفك كمان عم بتمثل ولا تنشوف؟ كل شيء بوقته حلو. ممكن تلاقي حالك بهيك مطرح كمان؟ ما بعرف يعني حسب، لا نجي لوقتها، ما بحب افكر بكل بالامور يعني، استبق كثير الامور، يمكن من هلا احب اعمل شيء بعدين ما يمشي الحال يعني في بهذا الموضوع، ما احب يعني ما احبها للشغله ما يمشي حالي فيها، ما بعرف لنشوف. انور لكن هلا كل تركيزك على البومك الجديد، تصوير فيديو كليب، سفرتك على مصر، وضع صوتك على اغاني مسلسلات وافلام، في عندك حفلات جديده عم بتحضر لها، مهرجانات أكيد. يعني جولات. مؤخرا كان عندي حفله مثل ما ذكرتي مع ستار نوال الزغبي، وفي اكثر من حفلات. بحب اذكر كمان انه في عندي كمان لازم بدي اطلع شوي على الخليج لحتى اسمع كم اغنيه خليجيه وكلام. كم اغنيه ناقصك؟ خليجي، وفي كمان حفلات كمان رح يكونوا بدبي ان الله راضي. بدبي كم اغنيه ناقصك للالبوم؟ صرت اوريدي مسجل 6، بعد في قدهم تقريبا، يعني بعد في مشوار، بعد في شغل منيح. بس حلو الشغل يعني، اللي عم يعمل شغل من قلبه بينبسط فيها اكيد. نحن اكيد بانتظار الالبوم الجديد، بانتظار كمان صوتك على المسلسلات والافلام، وبانتظار الشهاده ونجاحات اكبر واكبر، ونشوفك عم تتوسع اكثر وجوائز اكثر كل سنه نحكي عنها. انا كثير انبسطت بوجودك معنا اليوم. يعطيك الف عافيه. ثانك يو. بس ما راح تفل هلا، راح تغني لنا شيء وتتكرم شوي صغيره علينا اكثر. يلا ديل غني غنية جديدة؟ يلا. وحد الليل من دونك عم بشتاق لعيونك، شو غريب الدنيا من دونك ما حبيتها وانا لوحدي، وينك شو عامل هلا انا عليك عم بقلق، صدق قلبي بعده معلق وغيرك لا ما بدي، وحد الليل من دونك عم بشتاق لعيونك، شو غريب الدنيا من دونك ما حبيتها انا لوحدي، وينك شو عامل هلا انا عليك عم بقلق، صدق قلبي بعده معلق وغيرك لا ما بدي، لا ما بدي، تعال عم ناديك قربها ونخليك، كل ليل بحلم فيك وبغمر المخدي، تعال عم ناديك قربها ونخليك، كل ليل بحلم فيك وبغمر المخدي، وبغمر المخدي.
حلو كتير، حطيتنا بأجواء رومانسية بامتياز. على كل حال وانت بتلبق لك الرومانسية وانطلقت بالرومانسي وانشهرت بالرومانسي. شكرا لوجودك معنا اليوم بالحلقة، وشكرا لهالجو الحلو كمان يلي أضفته للبرنامج اليوم. ميرسي لكم، يعطيكم العافية جميعا، وبست اوف لك بالعمل الجاي. مشاهدينا نحن صار وقت نروح على بريك اعلاني وبنرجع منتابع من بعده حلقتنا، خليكن معنا. عودة مرة تانية لحفل تقبيل الفنان الراحل ممدوح الليثي بنظرة فنية بين الغناء والسينما، منتابع سوا. بدأ حفل تقبيل المنتج والسيناريست ممدوح الليثي بفيلم تسجيلي عن حياته تلا كلمات الرثاء من الفنانين، ثم وصلة غنائية للفنان علي الحجار غنى فيها تتر مسلسل ليالي الحلمية وبعض أغانيه الخاصة. وبعد ذلك تم عرض فيلم ميرامار للمخرج كمال الشيخ، والذي كتب له الراحل ممدوح الليثي السيناريو والحوار عن قصة للكاتب الكبير الراحل نجيب محفوظ. تخيلت أن المجموعة الكريمة في هذه القاعة اتصلت بي وقالت لي لماذا لا نجلس مع الأستاذ ممدوح الليثي في قاعة ونقول له ما نريد أن نقوله ونتغزل فيما قدمه وأن نعطيه حقه وهو حي؟ لماذا لا نكرم العظماء منا إلا بعد الممات؟ ده أقل ما يقدم لتاريخ هذا الرجل. هذا الرجل كل حياته كان بيعطيها لمصر بحقه حقيقي، كان يؤمن بفكرة الوطن، كان يؤمن بفكرة المواطن اللي بنبنيه. أعماله كانت بتبني فينا أفكارا وبتبني وجدانا. احنا تربينا على أعماله وعمل نجيب محفوظ المختلفة. ما نقدرش ننسى صرصرة فوق النيل، ولا ننسى ميرامار، ولا ننسى السكرية، ولا ننسى امرأة سيئة السمعة، لا ما نقدرش ننسى مذنبون، ولا الكرنك، فيلم الكرنك اللي أنا كان أول شغل ليا بعد ما تخرجت معاه. أعماله التلفزيونية لازم نعرف أنه أقدم 600 فيلم وثائقي، أفلام تسجيلية، وده مخزون هايل سايبه لتراثنا. انا من الناس اللي شهدوا على جوازه، يوم جوازه انا وعادل امام، وكان شايلها لي الحكايه دي على طول، بيقول لي انت اللي دبستني، سيبك يا عمرو من الكلام ده الله يرحمه. وبعدين في العشر سنوات الاخرانيه دي كنت تقريبا ما فيش جنازه او عزاء بنروحه الا وممدوح الليثي متسيد الموقف. يعني كان رأي مجامل، وكان بني آدم عنده عشق حقيقي للناس. رحمة الله عليه أنا بسميه الله يرحمه الفارس النبيل. ممدوح الليثي دخل معارك كثيرة جدا مع خصوم كثيرين جدا، ودائما كان ينتصر، ودائما كان لا يحقد على خصوم، بل بالعكس عندما تنتهي هذه الجولة من الصراع يصافحهم ويقول ما فيش اي حاجه، دول يعني غصب عنهم، دايما يعني يجد المبررات. احنا في المره دي امام شخصيه تستاهل التقبيل او تستاهل التكريم فعلا، سايب تاريخ حقيقي وكبير، واتضح هذا طبعا في كل الكلام اللي اتقال. الناس فعلا متذكرة تاريخه ومتأثرة بما فعل، في جهد كبير جدا عمله، إنجازات عملها، شيء جميل جدا أن الناس تتذكر هذا، لأن ده جزء من الواقع اللي احنا عايشينه. ولما نتذكر هذا يبقى فعلا ده دافع أن احنا نعمل ما يبقى لنا بعد الرحيل. أنا حسيت أن هذه الليلة ليس فيها لحظة حزن من كتر الحب اللي أنا شفته في من إخواننا الفنانين والأدباء والأعلاميين اللي كانوا بيقولوا عن تاريخ ممدوح الليثي. ممدوح الليثي زميل، يعني أنا
لسه بقول من شوية ان انا اتعرفت بممدوح اللي لسه لابس بدلته العسكرية في سنة 1960 اما كان نقيب وزي ما قال الفنان الكبير صلاح السعداني ده كان حاجة او آية من آيات الله. يعني انا اعتبره ازاي القدرة دي ربنا كان مدهاله ان هو يبقى على مستوى الاعلامي على المستوى ده على مستوى الادبي وكسنز عبقرية الأعمال اللي عملها من ناحية الإدارية كان شخصية خطيرة جدا قدرته في الإدارة ما يعودش في المكتب كده وما أدراش اللي بيدور حواليه لا في كل حتة بتجده ويمر حتى ما راح جهاز السينما برضو الأفلام الكبيرة اتعملت دي برضو كان إنتاجه هو أيام فترة قطاع الإنتاج أعظم الأعمال التي قدمت كانت في الفترة اللي كان فيها ممدوح الليثي رئيس لقطاع الإنتاج. الوطن يا ممدوح كنت تضعه مصبع عينيك وفي خلجات روحك وفي وعيك ما من مكان زرتك فيه شرفت بزيارتك إلي إلا وكنت ألمع قدرتك على العطاء وقدرتك على تقديم الذات والروح بلا قصد وبلا هدف غير أنه أدرك أن لديك بادرة طيبة تستهدف بها الإنسان المصري والعربي وثقافتنا وقدراتنا واحتياجاتنا في هذا الوطن الغالي. الوداع لك يا حبيب يا ممدوح الليثي كلنا عشقناك عن قرب وعن كتب لكثرة ما كنت تقدم بمثل عليا ما قدمت وهو كثير لهذا الوطن. وبنبقى هلا مع مقابلة حصرية مع مدرب المشاهير توني مارتينيز فشو بيكشف لنا عن معلومات بقولها للمرة الأولى منتابع. توني مارتينيز درب الكثير من المشاهير في أمريكا يعتبر ظاهرة عندما يتعلق الأمر بالظهور في برامج مثل أكسس هوليوود وذا أوبرا وينفري شو. ولماذا؟ حسناً لأن له خصوصيته. I do functional training and I think that's the thing what people don't do much. If people go to the gym all the time, work out. Anybody can go to a gym and lift weights or run on a treadmill. I like to do things differently and go outside, basically have fun, mix it up a little bit. Maybe kick a soccer ball, maybe throw a medicine ball around, maybe do some, you know, some basketball drills as we see back here, just to have fun. And I think that's the thing that people don't realize is that you want to make it as fun as possible so that you're really not working out, but getting results. لما يلجأ أكبر نجوم هوليوود إلى توني مارتينيز مرة تلو الأخرى؟ They want to get in shape quick for either a movie role, walking down the red carpet, a music video. They all want to look just nice, defined, and toned. وهو يدرك كيف يحصل على النتائج. The first thing I do is I look at their nutrition. And smart nutrition is half the battle. From there, I'm like, well, if you can give me 30 minutes out of your day, that's all I need. But at the same time is I'll break it up. Let's do 3 10-minute segments. So we'll do 10 minutes in the morning, we can do 10 minutes in the afternoon, and 10 minutes in the evening. It could be anything. It could be as easy as walking your dog. بالطبع يجب على المشاهير أن يتمرنوا بجهد خلال 30 دقيقة. لكن توني لا يحب أن تأخذ الأمور منحاً بالغ الجدية. I like to joke around with them a lot, to have fun with them. I think that's the big key is understanding each other's personalities. And then from there, we work toward a nice goal where we eat correctly, we work out hard, and we rest. يفاجئ توني بعض المشاهير بتمارينه غير التقليدية. We never do the same workout twice. That's why I involve sports. I involve, it could be anything. It could be, you know what, today you're going to wash your car. You're going to wear different muscle groups that you've never done before. They're like, I'm going to wash my car. These are celebrities washing their own car. And I'm like, I'm doing like, you know, like doing their arm motion circular to the left, to the right. They're working their shoulders, but they don't realize it. So that's what I use trickery. إذن من درب توني؟ I've trained Steve Harvey, a great comedian. He's been in movies. I've trained more music artists like Pink, Britney Spears, and the infamous icon herself, Janet Jackson. توني وجانيت جاكسون يعرفان بعضهما منذ زمن. Very blessed. She's been a great client for 15 years. You know, we've been through the ins and outs. We've been through a lot together. And I think that's what makes it so special.
to me that I'm part of her family, and she trusts me to getting her in shape, and obviously you can see how I succeed with her. لكن توني يعمل أيضا مع الناس العاديين ويعترف أن للولايات المتحدة مشاكل صحية ضخمة. Nowadays, the obesity here in America is really high. Fast foods, I mean, they just eat a bunch of junk. So I just try to make it fun for them, like, we'll play soccer for 10 minutes. Okay, you know what? Let's play football. Okay, let's play, you know, rugby. I do more interacting sports and more plyometrics where they're using their own body weight. And they're just having fun, you know, jumping jacks, hopscotch, you know, little things like that where they're just having fun. And again, they don't realize they're working out either. طبعا نود جميعا أن نعرف الحيل السرية. إذن هذه بعض النصائح للتمرين من السيد مارتينيز نفسه. This exercise is for the chest, the shoulders, but I like to mix it up a little bit. It's just an 8-pound ball. What I'm going to do is I'm just going to go straight out, working the chest and shoulders about 10 times. And then for the upper chest, I'm going to go at an angle, exact same area, working the upper part of the chest. And then for the lower part of the chest, I'm going to go straight down, just like that. Same motion, exact same motion. And then I call this a seal toss. Please don't throw any fish at me, but I'm going to come right to here, straight out. Right to here, straight up. Make sure your back is straight. You're incorporating your abs right here. Is all what you're doing, the seal toss. You know, I feel like maybe I do need some kind of fish. I don't know. I like mackerel. I'll take cod. I'll take something like that. But it really works on the chest area right here. And then to mix it up, I throw a little ab workout. I put the ball straight down. And I do a plank. I just engage my core. I really tighten my abs for about 15 seconds. And then I bring my knee in to work the obliques. Just like that. Like I said, 10 seconds, 10, 15 seconds. And then I'll come straight up, work on my obliques, back in, straight out, back in. Just like that. And then I work on both my knees. I come in, back out, more my lower abs. Bring my knees into my elbows, back out. Knees in, back out, knees in, back out. You hear me huffing and puffing. So obviously this is working, okay? من الصعب جدا ألا ينجرف المرء مع حماسة توني مارتينيز مدرب النجوم الشخصي. شوفي عنا اليوم من أخبار عن الدراما التركية منشوف سوا. تألقت الممثلة التركية بيرين سات في ثوب زفاف مميز جدا في مشهد من مسلسلها الجديد انتقام، ويأتي هذا أثناء استعدادها لحفل زفافها على مطرب البوب التركي الشهير كينان دوغلو في شهر مايو المقبل. Taksim'in tam göbeğindeyiz. Sabaha karşı saat 5 suları. Fonda sokak çalgıcılarının yerel saatin kapıyı kapat baskısı. Vallahi yok. أما خطيبها ففاجأ عدد كبير من الصحفيين أثناء خروجه من صالون الحلاقة الذي يتردد عليه دائما، حيث تبادل معهم الابتسامات للمرة الأولى، وبسؤاله عن موعد زفافه على الممثلة التركية بيرين سات رفض الرد ثم غير الموضوع. صرح الممثل التركي خالد أرغانش الشهير في العالم العربي باسم السلطة وسليمان أن مشهد إعدام ابنه الأمير مصطفى في مسلسل حريم السلطان من أصعب المشاهد التي مرت عليه، وأكد أنه لم يتمالك نفسه وبكى بشدة، كما تأثر بالمشهد كل الحاضرين أثناء التصوير. يذكر أنه يتم حاليا عرض الجزء الرابع والأخير من المسلسل، وسينتهي التصوير في جميع أحداثه في شهر مايو المقبل. مشاهدينا
مشاهدينا مع اخبار الاتراك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من شوبز. انا بعطيكم موعد بكره بحلقه جديده واخبار جديده. شكرا للمتابعه.